أستاذي مهندس محمود، كنا قبل الفاصل يعني ذكرنا عن المدرسة الفقهية لشيخنا أبي سرور، وله مدرسة فقهية خاصة به بجانب المدرسة الأدبية، بجانب المدرسة الشعرية وهكذا. حدثنا عن هذه المدرسة الفقهية في حياة الشيخ أبي سرور. هو من الناحية الفقهية عنده منهج الانفتاح، منهج استقبال الآخر، نعم منهج السماع للآخر والأخذ بالرأي، نعم منهج القياس، منهج احترام رأي الآخر. جميل بذلك هو كان هذا هو سائقه، نعم لذلك تجد في كل كتاباته الفقهية تجده يذكر أقوال العلماء من مختلف المذاهب، نعم من مختلف المشارب، مدارس من مختلف المدارس، نعم بكل احترام نعم وتقدير، ثم يسرد ربما حجة هذا وحجة هذا، وفي ربما واقعة يذكرها الوالد رحمه الله لما كان مدرس نعم في أظن مدرسة الباروني، نعم وكان ذلك الوقت أظن في بداية السبعينات، بيت الباروني قصدي بيت مدرسة الباروني. الباروني نعم زين، فهو كان طلبته معودنهم ومعلمنهم على أسلوب من الحوار نعم والانفتاح نعم والنقاش. نعم فأتى في زيارة، أتوقع في ذاك الوقت سماحة الشيخ نعم أحمد بن حمد الخليلي نعم حفظه الله وأبقاه، في زيارة إلى سمائل، ثم أتى لزيارة المدرسة، نعم ودخل إلى الطلبة أو الصف اللي كان يدرس فيه الوالد، نعم فبدأ أظن الشيخ أحمد يسأل الطلبة أو بطريقة ما يبدأ النقاش، نعم فمجرد بصدور السؤال إلى الطلبة قام هذا مثلا يقول السؤال، يقول الآخر مو دليلك، من الطلبة نفسه نعم يذكر الآخر الدليل، يقول الآخر ومن إيش ممكن يعني نستنبط من هذا الدليل، نعم مو هي المسائل، يذكر مثلا المسائل المستنبطة من هذا، نعم مو الأحاديث دالة على ذلك، مو نعم الآيات، وبقى يعني الجو كله يديروه هم الطلبة. يا الله. الشيخ أحمد خرج من هناك سعيد جدا، نعم. فأظنه هو لما خرج من هناك قال هذه العلماء يكاد يكونوا، نعم. ما طلبة، الحمد لله والحمد لله، هذا هو منهجه، جميل، هذا هو أسلوبه، نعم. في التدريس، نعم. وهذا طبعا انطبع بلا شك في مؤلفاته، في مدرسته، جميل، الفقهية اللي أشرت أنت إليها. نعم نعم أنعم وأكرم بها من مدرسة، بارك أن الله، يكون احترام الرأي والرأي الآخر، نعم، واحتواء كل أقوال العلماء على مختلف مرجعياتهم ومذاهبهم، وهذا هو فعلا العالم المتصف الحمد لله بالعلم.